السلام عليكم، كيف حال شباب؟ طبعا قبل بداية مقطعنا، اذا ما كنت مشترك في القناة اتمنى انك تشترك فيها وتفعل زر الجرس، لا تنسى اللايك ولا تنسى كود الشوب YZYDD. طبعا قبل ما نبدا المقطع يا شباب، مسوي جيف اوي على الحزمة اللي قدامكم، وراح يكون مسابقة او جيف اوي بحساب الانستغرام، فرابط الانستغرام بيكون بالوصف، بتفوت على الانستغرام وبتشارك في المسابقة، وبالتوفيق للجميع. طيب اليوم راح نتكلم عن سكنات الصيف ونتكلم عن تحديات الصيف، وبالاضافه لموعد تحديث الصيف. طيب بمقطع امس قلت لكم انه راح يتم اضافه منطقه جديده لمنطقه الصيف، خاصه بالصيف يعني باحتفال الصيف او حدث الصيف، راح تكون عند منطقه السبعه او بالبحر. فعليا تم اضافتها لبعض الناس، حاليا تظهر لبعض الناس وفي ناس ما بتظهر عندهم، اللي هو زي ستيج او بيس معين بالشكل التالي. هم اضافوا مكانين جنب بعض، مو بس مكان واحد، هذا المكان الاول وهذا المكان الثاني. الفرق بينهم انه الاول في زي فراغ بالنص، الثاني ما في فراغ، فهذول المكانين قراب من بعض مثل ما تشوفوا قدامكم موقعهم هون بيكونوا بالخريطة. هذول انضافوا عشان الصيف، وسبب تأخير تحديث الصيف كان بسبب هاي المناطق انه كان لسه شغالين عليها. طيب تم اثبات انه موعد الصيف او تحديث الصيف راح يكون الاسبوع القادم الثلاثاء القادم على الاكيد. طيب شو الاشياء اللي صارت اليوم؟ اليوم عملوا زي تحديث صيانة بسيط، تم ارجاع هذا السلاح اللي قدامكم اللي هو كومبات اي ار، وصار في تعديل على الذهب. هسه حاليا الشخصيات اللي تبيعك اسلحه بذهب، تعرف اي شخصيه تبيعك اسلحه بذهب او شيء معين بذهب، صار في تخفيض على الاسعار. يعني مثلا سلاح حقه 200، مع هذا التخفيض راح يكون السلاح حقه 100 مثلا، فهو التخفيض 50% على جميع الاشياء اللي تبيعك اياها الشخصيات بذهب. طيب الان نجي نتكلم عن سكنات الصيف. طبعا شايفين الفيديو اللي قدامكم، على الاغلب بنسبه كبيره هاي الثلاث سكنات راح تكون من سكنات الصيف الجديده. شو اللي اثبت لي؟ اللي اثبت انه هذا الشخص اللي قدامكم اللي اسمه داني هو اللي مسويهم وهو اللي مسوي الفيديو. طب مين هذا يا يزيد؟ هذا شخص صمم سكنات واشياء وفورتنايت سبق وتعاقدت معه ونزلت اغراض في اللعبه من شغله. مو ذاكرين؟ يلا بذكركم. عندك مثلا السكنات اللي قدامكم ايزابيلا، سكن باربع ستايلات هو عملهم ورسمهم وفورتنايت نزلتهم في اللعبه كاملات. بعد فتره كمان عمل السكن اللي قدامكم، هذا السكن هذا اساسه اللي هو الولد، فورتنايت عملته طبعا الولد، فهو عمل منه النسخة البنت وعمل له ثلاث ستايلات بالشكل التالي، ستايل الاخضر والستايل الازرق والستايل المنتي النعنع. وفورتنايت نزلت سكنه اللي سمته سنوبل وكان بثلاث ستايلات. بعدين عند الكريسماس الماضي، تحديات الكريسماس وجوائز الكريسماس، اخذوا منه سكنين اللي هو السكن الاحمر والسكن الازرق. السكن الازرق كان سكن مجاني لكل الناس للبي سي، ذاكرين حزمة البي سي او سكن البي سي، والسكن الاحمر كان مجاني داخل جوائز الكريسماس، لما تفتح الهديه بيطلع لك السكن. فتخيل انه اربع سكنات فورتنايت اخذتها منه ونزلتها في الايتم شوب. طيب تذكر ركسر قدامكم بيلد اب اللي هو تعاقد بين فورتنايت والمشهوره قدامكم بيلا، فورتنايت تعاقدت معها واخذت منها الرقصه. طبعا هو شيء عمل بنفس اللحظه، راح عمل سكن لها، هذا السكن وهذا الفيديو للسكن. بصراحة رسمه خرافي، ملامح السكن نفس ملامحها، لأنه فورتنايت ما بدها تنزل سكن لبيلا، بس هي حبت تأخذ الرقصة تاعتها. وعندك كمان مشهورة ثانية أو ستريمر اللي هي بوكيمون أو بوكيمين، فورتنايت كمان ما نزلت سكن إلها، بس تعاقدت معها ونزلت رقصة خاصة فيها، هي الرقصة اللي قدامكم. وبرضه داني عمل سكن إلها مقترح بالشكل التالي. بصراحة السكن خرافي جدا، نفس الملامح ونفس كل شيء، لكن للأسف فورتنايت ما نزلته. وهي بعض الأشياء اللي عملها وما نزلت. عندك هذول السكنات، وهي سكن البنت منه، وعندك هذول السكنات تحسهم يلبقوا يكونوا للكريسماس، صح؟ ممكن الكريسماس القادم فورتنايت تنزلهم عادي يعني. طيب نرجع الان للفيديو اللي قدامكم، هذول السكنات الثلاث على الاغلب راح يكونوا من سكنات الصيف، واصلا بعد ما نزل الفيديو نزل صور للسكنات، هذا سكن البنت اللي كانت موجوده بالفيديو، والسكن البنت الثانيه، وسكن القرد. بصراحه احساس كبير عندي انه هذول السكنات راح يكونوا من سكنات الصيف، لانه هو عملهم وبرضه عمل فيديو لهم، ورد بعد ما عمل فيديو نزل لكل واحد بوست ولمح وكتب انه انتظروني بالصيف. فورتنايت راح تاخذ منه بعض السكنات وتنزلها بالصيف، ممكن ثلاث سكنات، ممكن سكن منهم او سكنين، وهي كل اغراض سكن القرد، اكس وفي حقائب ظهر، وعلى اساس انه عمل له ستايلات كاب ونظاره، ممكن مو كل شيء منه يضيفه يعني، عادي ممكن يضيفه بس بستايل واحد. الان انا وريتكم السكنات انا اتوقع انها راح تنزل بالصيف بالتحديث القادم، هم الثلاثه قدامكم. نيجي نتكلم عن التحديات، في بعض التحديات تسربت بس ما نعرف شو جوائزها، الجوائز ابدا ما تسربت. كلا قد ينتهي الامر ببعض هذه التغييرات، لكن هذا هو ما عملت عليه الملحمه، قصدهم ايبك جيم يعني الترجمه غبيه، تم تحديثه حتى الان. واليك بعض التحديات، ابحث عن اربع حاويات مكتوب عليها نو سويت امبريلا. الثاني بيحكي لك التفاعل مع ثلاث اشياء قابله للنفخ، ممكن بالونات او اشياء لما تتفاعل معها
تنفخ يعني. وعندك كمان تفاعل مع 3 حوامل لافتات، يعني قصدهم 3 لافتات، ومع علامة سلة مهملات، ومع 5 لافتات جدارية. هاي من التحديات اللي راح تكون موجودة مع تحديات الصيف. عندي إحساس إنه راح يكون أغلب التحديات نسويها في المكان الجديد اللي أضافوه. طبعا شباب نهاية مقطعنا لا ننسى انه اليوم اضافوا ارينا زيرو بيلد، يعني الان تقدر تلعب ارينا بدون بناء، فراح ظل الطور موجود من الان الى 30/8، يعني تقريبا معانا شهر ونص. والمهم انه اضافوا جوائز جديدة بخصوص الارينا الزيرو بيلد، سيحصل اللاعبون الذين يصلون الى اقسام اعلى في زيرو بيلد ارينا على مكافآت مجانية. اذا جبت 14 نقطة حماس بعطوك البخاخ اللي قدامكم اللي بشكل درفت، واذا وصلت دوري المتبارين بعطوك الايموشن مكتوب عليه جيجي، واذا وصلت بطل الدوري بعطوك الايموشن اللي قدامكم اللي اسمه كوتيشن ايموشن. فهي 3 جوائز بتاخذها بالترتيب حسب الشروط الثلاث اللي حكيتهم، اذا عملتهم بعطوك 3 جوائز فقط بالارينا زيرو بيلد. ولا ننسى يا شباب انه حاليا في لعبه مجانيه، واللعبه بصراحه اسطوريه اللي هي كيلينج فلور 2. هاي اللعبه لعبتها زمان ايام السوني لما كانت مجانيه على بلس، انا جربتها شخصيا. المهم انها الان موجوده على ايبك جيمز مجانا للجميع، باقي للعرض تقريبا يومين، فاليوم 12 الشهر راح تبطل مجانيه ب 14 الشهر، فمعاك يومين انك تحطها في المكتبه. لاحق حطها بالمكتبة حتى تظل عندك أبدية مجانا. فاسم اللعبة كيلينج فلور 2. فبس شباب يكون وصلنا نهاية مقطعنا، لا تنسى انك تشارك بالجيف اواي في حساب الانستغرام. فاذا عندكم تسريبات او تحريات بخصوص الصيف اكتبوا لنا اياها بالتعليقات، انا راح اشوف كل التعليقات. وبس شباب لا تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، اهم شيء لا تنسى كود الشوب YZYDD يكون دعم كبير الي. وبس ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامة. We'll be right back.